إذا مشاهدينا مستمرين لإكمال حلقتنا الخاصة بروح الشباب، خاصة الشاب العربي المشارك في هذا الملتقى العالمي الباحث عن طموحه وقدراته وأحلامه وأهدافه. هذا الشاب المصر على الإبداع رغم الظروف الصعبة والاستثنائية اللي مرينا بيها من جائحة كورونا وغيرها من تفصيلات مهمة حاولت إبعاد العالم عن المشاركات العالمية، لكن هذا الملتقى في مصر الحبيبة جمع الشباب على طاولة واحدة مستديرة يتناقشون بأفكار وتطلعات الحياة القادمة. أكيد يا أحمد، ودائما إحنا نمتلك من يصنعون الفرق في عالمنا العربي. كل بذرة نصنعها اليوم هي الشجرة المثمرة بالغد. إلى العراق، والنماذج الكثيرة والمبدعة من التاريخ حتى اليوم متنوعة، لكننا سنعرض نموذج مميز عراقي صاحب دار نشر ومقهى ثقافي هو ياسر علاء. خلينا نتابع النموذج العراقي المميز بعد أن نكمل حلقتنا. انفجار شارع المتنبي عام 2007 غير مجرى حياته بعد أن سلب منه أعز إنسان لديه. ياسر علاء شاب طموح أصر على مواصلة مسيرة والده وبدأها بلملمة ركام المكتبة، وهنا كانت بداية مسيرة النجاح. من صغري ويا والدي بشارع المتنبي، لكن بعد انفجار 2007 استشهد بي والدي، كان عمره 18 سنة، فاستلمت المكتبة أنا. كنت طالب كلية وكنت لاعب نادي، ممكنيات بسيطة، عدت المكتبة. يعني اتذكرت أول ما فتحت المكتبة كانت يعني بضع كتب يعني قليلة بالمكتبة، قدرت إنه شوية شوية أكملها المكتبة لما رجعت. لحد 2011 سويتها دار نشر. ياسر كرس نفسه وجهده حتى بات يملك أهم دار نشر عراقية وصالونا ثقافيا يجمع المثقفين والأدباء والشباب الطموحين. حياته العملية لم تثنه عن إكمال دراسته الجامعية ليصبح تدريسياً في إحدى الجامعات العراقية. كملت بكالوريوس، رجعت على المكتبة حوالي 4-5 سنوات أنا أشتغل بس بالمكتبة لما كبرتها وسويتها دار نشر. و 2016 فتحت المقهى وياها مقبلة ماجستير. كملت الماجستير خلال سنتين بس ما عاقني إنه أكمل. يعني هسه أنا أشوف إنه أنا كنت بالكلية كملت يعني اللي أحبها إنه دراستي وهذا استمر بيها، وهسه أنا طالب دكتوراه. ياسر والكثير من أمثاله توفرت لديهم الفرصة بأن يكونوا شباباً ناجحين إضافة لاجتهادهم وحرصهم في تحقيق ذلك. السؤال هنا، ما مصير بقية الشباب الذين لم تتوفر لديهم الفرصة؟ ومن المسؤول عن العقبات التي تبدد أحلامهم؟ لبرنامج بيت الكل، حسن الفواز، بغداد.